السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا سنة تانية عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اه اه في جوجل فورم بعتنا تقييمات اول تقييم هبعت لكم الاجابات بتاعته عشان تبقوا متأكدين من الاجابات بتاعتكم اه اتناشر اربعتاشر ستاشر ده العد بالقصف بمقدار اتنين يبقى الاجابة, الاجابة بتاعت ايه تمنتاشر برافو عليكم يبقى اتناشر، أربعتاشر، ستاشر، يبقى الإجابة تمنتاشر، كل ما بنروح بنزيد اتنين، طيب تمنية وأربعين ستة وأربعين أربعة وأربعين، برافو، ده العد بالقذف برضو بمقدار اتنين بس بنرجع لورا بنرجع اتنين، يبقى الإجابة بتاعتي اتنين وأربعين، تمام برافو يا سنة تانية، ستين سبعين تمانين، ده العد بالقذف بمقدار عشرة بمقدار عشرة. كل ما بروح بزيد عشرة ستين سبعين تمانين بعد التمانين لما زود عشرة يبقى تسعين خمسة وتمانين خمسة وسبعين خمسة وستين ده برضو لعد بالقصف بمقدار عشرة بس برجع لورا برجع عشرة لورا طيب خمسة وستين هتبقى هنرجع عشرة لورا هتبقى خمسة وخمسين واحنا قلنا العد بالقصف بمقدار عشرة خانة الاحاد بتفضل زي ما هي وخانة العشرات بتتغير لو تلاحظ هنا ان الاحاد كلها خمسة نزل خمسة العشرات بتنزل واحد تمانية سبعة ستة خمسة تلاتة واربعين تلاتة وخمسين تلاتة وستين. نفس الكلام بس هنا بزيد عشرة هناك كنت بقل هنا بزيد طيب في حد شاطر يقول برافو عليكم سمعاكم تلاتة وسبعين خانه الاحاد نزلت زي ما هي تلاتة وخانه العشرات كل ما بتروح بتزيد واحد الاربعة بقيت خمسة الخمسة بقيت ستة الستة هتبقى سبعة يبقى الناتج بتاعي تلاتة وسبعين تسعين تمانين سبعين برضو نفس الكلام كل ما بروح بقل عشرة يبقى قبل السبعين ستين برافو يا سنة تانية خمسة زائد خمسة ده جمع مضاعفات اسمه جمع مضاعفات رقم واللي شبهه يديني مضاعف مين المضاعف بتاعي عشرة يبقى العشرة دي مضاعف لمين؟ للخمسة، شاطرين يا سنة تانية، هنا استراتيجية العد، فاكرين استراتيجية العد؟ قلنا في الجمع بحط الكبير في مخي وأطلع الصغير على إيدي، طب مين هنا الكبير؟ 12 حطها في مخك واقفل عليها زي ما اتفقنا، طيب وطلع الخمسة على إيدك بعد الاتناشر تلتاشر، أربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر، يبقى الناتج بتاعي سبعتاشر. طب لو طرح بقى يا مس هنعمل إيه في الطرح بمسك الصغير وأحطه في مخي وأعد وأبدأ أعد على إيدي لحد لما أوصل للكبير، مين الصغير في الاتنين دول التسعة ولا السبعتاشر؟ طبعا التسعة هي الصغيرة حطها في مخك واقفل عليها يلا بسرعة ونبدأ نعد على إيدنا لحد لما نوصل لسبعتاشر بعد التسعة اللي في مخنا عشرة حداشر اتناشر تلتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر، سبعتاشر، يبقى الناتج بتاعي تمنية، تسعة زائد تسعة ده جمع مضاعفات يبقى الناتج تمنتاشر، يبقى التمنتاشر دي مضاعف للتسعة، عشرين ناقص حداشر، استراتيجية العد، قلنا في الطرح بحط الصغير في مخي وأبدأ أعد على إيدي لحد لما أوصل للكبير، يبقى بعد الحداشر، اتناشر، تلتاشر، أربعتاشر، خمستاشر، ستاشر، سبعتاشر، تمنتاشر، تسعتاشر، عشرين، يبقى الناتج بتاعي كام؟ تسعة برافو عليكم سبعة س... سبعة زائد سبعة ده جمع مضاعفات يبقى الناتج بتاع أربعتاشر يبقى الأربعتاشر دي مضاعف لمين؟ للسبعة خمستاشر زائد خمسة هنا استراتيجية العد في الجمع أحط الكبير في مخ مين الكبير؟ الخمستاشر وأطلع على إيدي الصغير بعد الخمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين يبقى الناتج بتاعي عشرين تلاتة أحد وسبعة عشرات احنا ما أخدناش الأحد والعشرات في الفصل بس احنا رجعناهم على الزوم وفاكرين ان الأحد اللي بيدخل في بيت الأحد بيطلع زي ما هو واللي بيدخل في بيت العشرات بيطلع عشر أضعافه يبقى تلاتة أحد وسبعة عشرات يبقى الناتج بتاعي العدد بتاعي تلاتة وسبعين تلاتين زائد عشرة هنا استخدام مخطط ال 120 لجمع او طرح عشرة هجمع عشرة يعني هطلع خطوة واحدة فوق التلاتين هيبقى الناتج اربعين خمسة وسبعين ناقص عشرة هنا برضو استخدام مخطط ال 120 لطرح عشرة يعني هقف عند الخمسة خمسة على مخطط ال 120 وانزل خطوة تحتيها على طول هتبقى خمسة وستين يبقى في الجمع بطلع خطوة اما في الطرح بنزل خطوة سبع عشرات قلنا العدد او الرقم بيدخل في بيت العشرات يطلع عشر اضعاف ويبقى السبعة تدخل بيت العشرات هتطلع سبعين برافو سنة تانية تلاتة زائد تسعة حط الكبير في مخي واطلع الصغير على يدي يبقى بعد التسعة عشرة حداشر اتناشر يبقى الناتج اتناشر تسعتاشر ناقص تسعة امسك التسعة واحطها في مخي وابدأ اعد على ايدي لحد لما اوصل للتسعتاشر يبقى الناتج بتاعي عشرة خمسة أحاد اللي بيدخل في بيت الاحد بيطلع زي ما هو يبقى خمسة أحاد هتطلع خمسة. كده التقييم خلص وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات قادمة. مع السلامة سنة تانية.